أحيانا حقيقة واحد في لحظات صفاء يفكر في حياته، يشوف حياته إذا ما حالفه توفيق الله قطعة من الجناية والكذب والظلم والإسراف على النفس. أتيتك يا إلهي معتذرا نادما مستقيلا منكسرا. حقيقة واحد يفكر مراحل حياته شلون يلاقي الله سبحانه وتعالى بهذا الوزر الثقيل. كم من الغيب اغتابها الإنسان عندما نقعد حقيقة فاكهة المجالس الغيبة، أصلا يكاد ألا يخلو مجلس من المجالس من غيبة المؤمنين. ليش؟ روح على كلام آخر. الغيبة والتهمة والكذب والرياء